اخذته يا زكريا. افتحوا لبعض المجال. انت امن امن انت واقف وجهي. سيب لي شوي بس. افتتاح المعبر لا شك أنه ذو أهمية قصوى، فكلنا كنا نقول ومن حقنا أن نقول إن المعبر لا يجوز، إن قطاع غزة لا يجوز أن يتحول إلى سجن كبير، لا يجوز أن يسجن 1.5 مليون فلسطيني في هذا السجن ونقول خرج الاحتلال. أيها الإخوة والأصدقاء، بهذه المناسبة الجميلة وهو كذلك نتيجة للدعم الدولي من الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع، ثالثا هذا الإنجاز هو محصلة طبيعية لجهود المخلصين والأوفياء في مسيرتنا الوطنية بكل اتجاهاتها وأطيافها وأيديولوجياتها. Anything from Gaza before we come? You will come alone, Ahmad? There is care anymore with you.